العادي بحب رمضان كون مع الأهل مع الأصحاب. للأسف بعض السنوات أو غالباً نضطر نسافر، بيكون عندنا بسبب العمل لدبي ل... يعني أكثر من سفرة، ولكن أنا من النوع اللي ما كتير بحب سافر برمضان، بحب أعيش الطقس الرمضاني. مجتمعاتنا العربية بعد فيها جو الطقس الرمضاني من خلال العلاقات الاجتماعية، فإن شاء الله السنة كمان يكون أحلى وبهالجماعات الحلوة بوجودكم.